وصلنا لختام فقرة تكنو. مع كل التطور بالأجهزة الذكية بقي نقاط ضعف ممكن نخسر الجهاز بسببها. لهيك شركة كات فونز كشفت عن هاتف جديد، وأهم ميزة بيمتلكها أنه مقاوم جداً للصدمات والخدوش، ويمتلك بطارية قوية بتخليه يبقى شغال لمدة 5 أيام بدون شحن. لهيك هالهاتف مناسب لمحبي السفر والطبيعة والمغامرات. محبي السفر والمغامرات بالطبيعة، شركة كات فونز أطلقت هاتف ذكي جديد يعد من أمتن الهواتف الذكية وأكثر عملية. الهاتف هو كات S53، المصنوع من المعدن والبلاستيك المقوى ومحمي من الماء والغبار، وكمان شاشته محمية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، يعني بيمتلك هيكل متين كثير. هالهاتف زود بمصابح ليد بإنارة ممتازة وشاشة LCD بمقاس 6.5 بوصة، وبيشتغل الهاتف بنظام أندرويد 11 ومعالج كوالكوم سناب دراجون 480 5G ومعالج رسوميات أدرينو 619 وذواكر وصول عشوائي 6 جيجا بايت وذواكر داخلية 128 جيجا بايت. أما كاميرته الأساسية عدستين بدقة 2.48 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل. كات S53 هاتف بيقدر يشتغل مع شبكات G5 الخلوية، وكمان تم تزويده بعدة ميزات مثل GPS وتحديد المواقع، وأيضاً مسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5500 ملي أمبير بتكفيه ليشتغل لأسبوع تقريباً بالشحنة الواحدة وبوضعية تشييد استهلاك الطاقة.